أينما كنتم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في برنامجكم جسور يوم عالمي للغة العربية تسعون بالمئة من الناطقين بالعربية لم يسمعوا بهذا اليوم واللغة العربية التي يتحدث بها ملايين العرب والمسلمين في العالم هي اللغة المقدسة الوحيدة لأنها لغة القرآن الكريم هي تتعرض اليوم لهجمة مدروسة ربما من لغات دخيلة كي لا نقول انها تتعرض لمؤامرات الليله في جسور لغتنا على طاوله البحث مع مختصين وحماه لها لغتنا يحتفي بها العالم وتختفي عند ابنائها مرحبا بكم ودعوني بدايه ارحب بضيوفنا في هذه الحلقه الاستاذ الدكتور ظافر الشهري رئيس مجلس اداره نادي الاحساء الادبي حياك الله دكتور اهلا وسهلا حياك, حياك الله بهذا اللقاء كما ارحب بالدكتور عمر شيخ الشباب عضو هيئه التدريس في كليه الاداب بجامعه الملك فيصل حياك الله دكتور شكرا حياك بكم. حياك مرحبا بكم مرحبا اهلا حياك وسهلا كما سيكون معي في هذا اللقاء الطالب عواد العواد من كليه الاداب مرحبا عواد يا اهلا وسهلا يا مرحبا <applause> حياكم الله مرحبا بالجميع وعسانا في هذه الحلقة من جسور إخواني المشاهدين نتواصل ونتوصل معا إلى أجوبة لأسئلة سنطرحها على بساط الشفافية وقبل بداية الحديث نتابع هذا الاستطلاع معا وعبر جسور معكم يسهل العبور نعم سمعته كثير وشفت له إعلانات كثير والله ما 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 سمعت نعم سمعت به والله لا والله لا ما لحد الحين ما سمعت عنه لا والله ما قد سمعت جدا ما لغتنا ولغه يعني لغه الدين يعني لغه الرساله ام يا اللغه العربيه مهم مهم اول بشكل تاريخي أكيد هو شيء مهم وفي إقبال كثير في اللغة العربية من أجل يعني المحادثة وكذا مع الأشخاص وتعلم الأشياء النحوية واللغوية لا والله باللغة العامية بس نهائيا ما استخدم اللغة الإنجليزية والله أنا أعتقد أن اللغة العامية بتكون أكثر لأن الناس الآن ما تقرا الكتب ولا تتثقف ولا شيء بس تبغى تمشي امورها في اي مجال يعني انا اقول هذا والله من نحزن صراحه الامر هذا صراحه لا لا نشوف الاكثريه يعني باللغه العربيه الفصحى يعني واللي أفضلها اللغه العربيه الفصحى تكون اسهل من خلال يعني الفهم والاستيعاب والله قلت ممارسة اللغة العربية بين الشباب بسبب المجالات الوظيفية اللغة العربية قلت يعني فقاموا يطلبون الإنجليزي أكثر من العربية هذا أسباب بعضها يعني مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين وارحب واياكم بضيوفنا المميزين لهذه الحلقه وخلونا نبدا اولا بالجسر الاول الذي هو جسر الطالب. لعلي ابدا دكتور معك انت تابعت هذا الاستطلاع ولكن دكتور خليني اسالك مباشره عن اليوم العالمي للغه العربيه هذه هذا اليوم العظيم كيف بدا وما الذي اطلق هذا اليوم؟ اولا دعني اتقدم بالشكر الجزيل الحقيقه لجامعة الملك فيصل ولنادي الاحساء الادبي المركز الملك عبد الله الدولي لخدمه اللغه العربيه واركز او اعلق على ما ورد في كلامك من اننا ضيوف مميزون الحقيقه نحن ضيوف نريد ان نصل الى شيء من الوعي ومن الحقيقه ولسنا يعني افضل من غيرنا لكن هذا قدرنا جاء بنا اليك في هذا المكان لكن الاستطلاع الذي استمعنا اليه الحقيقه فيه شيء من المصداقيه لانه احد المتحدثين قال المجالات الوظيفيه مشكلتنا الآن أنه عندما يتقدم شاب إلى عمل وظيفي في أي مكان حتى لو كان في شركة زراعية أو في أي مكان يطلب منه لغة إنجليزية وهذا على حساب لغته الأصلية وهي اللغة العربية هذا الكلام أشار لها أحد المتحدثين من الطلاب ثم أيضا الممارسة في ظل الخضم انفتاح الفضاء وتقنية المعلومات واللهجات واللغات الوافدة الكثيرة ربما يعني أثر كثيرا على الفصحى ورسالتنا أيضاً أعتقد أننا لم نوصلها جيدا الى ابنائنا في مدارسنا وفي جامعاتنا، يجب ان نعيد النظر في طريقتنا وفي طريقه تدريس لغتنا. طيب دكتور هذا ساعود الى المحور هذا لكن فكره اليوم دكتور ما الذي اطلقها؟ نعم اشكرك جدا. آه هو كما تعرف اللغه العربيه اصبحت لغه عالميه الان يعني يعتد بها من اللغات العالميه المعترف بها رسميا. ولذلك اليونسكو آه من خلال بعض القنوات الثقافيه في الوطن العربي وانا اقدر المركز الملك عبد الله الدولي لخدمه اللغه العربيه في الرياض. كان هذا التعاون اثمر عن هذه عن هذا اليوم العالمي للاحتفال باللغه العربيه، اضف الى ذلك ان هناك قنوات فضائيه قنوات ثقافيه اخرى <applause> تحتفي باللغه العربيه ف في دبي قبل فتره عقد مؤتمر اللغه العربيه وهو بزرق. الان يعدون او يحضرون لمؤتمر اخر <applause> واللغه العربيه الحمد لله اصبحت الان يعني على بساط البحث المنظور <تصفيق> <تصفيق> ونامل ان شاء الله انه يتحقق لها ما هي جديرة به. دكتور هذه هذ مبادرة يعني أنت وفقا لكلامك أن هناك مبادرات، هذه مم. مبادرة يعني تقدم بها يعني مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مم. وهي تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم عبر شبكة التواصل الاجتماعي، نعم. وهناك أيضا دعوة تقدمها أيضا مؤسسة لأن تكون يوم اللغة العربية يوم في الجامعات السعودية. يعني إذا هناك احتفاء كبير بهذا هو احتفاء كبير ونأمل نأمل نعم. أن 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 أن, أن يصادف هذا الاحتفاء قبول في نفوسنا نحن. يعني لا نريد أن يكون هذا الكلام إنشائي ولا أن, يريد أن يكون الاستلاك الإعلامي نريد أن يكون هناك ممارسة حقيقية على أرض الواقع لا لا لا. أن أما أن يكتب الكلام هذا في وسائل الإعلام ثم لا يمارس هذه إشكالية أخرى <applause> فال... لكني متفائل جدا بما بما يطرح الان في وسائل الاعلام وفي <applause> المنتديات وفي الملتقيات الرسميه وغير الرسميه من ان العوده للغه العربيه واللغه العربيه ليست لغه نكره هي لغه مليار ونصف مليار هذا اليوم دكتور <applause> اللي هو اليوم العالمي للغه العربيه هناك ايام اخرى لعلها يحتفل بها يعني ربما المنظمه العربيه للتربيه والثقافه الاكسو يعني احنا نحتفل بهذا اليوم او بيوم الذي تحتفل به المنظمه اي يوم تريدون ان نحتفل به يعني هو شوف هو الاحتفاء باليوم العالمي للغه العربيه هو آه رمز رمز لهذه اللغه الحيه التي آه اصبح لها مكان بعد بعد تهميش كبير في في عالم اليوم عالم السياسه وعالم الاقتصاد واصبح لها يكفي انها اصبحت الان جزء من المنظومه السياسيه في العالم في 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 مراكز عالميه كهيئه الامم وغيرها فلذلك هذا رمز آه يذكي في نفوسنا نحن نحن ان نحترم هذه اللغة التي هي التي هي هويتنا وهي شخصيتنا بل هي قرآننا هي ديننا فلذلك عندما يأتي مثل هذا اليوم هو تذكير لنا تذكير لنا بأننا مقصرون. دكتور عمر هذا الاحتفاء العالمي باللغة العربية ان الجمعية العمومية للأمم المتحدة تحتفي وتحتفل باللغة العربية. كيف تقرأ أنت هذا الاحتفال؟ ما المبرر له يا دكتور؟ بالحقيقة هناك مبررات كثيرة، الاعتراف مم. أولا جاء سياسيا لأهمية الدول العربية مجتمعة مم. طبعا بعد 1973 و70 ولكن مم. هناك أيضا ضرورات اقتصادية تملي على الشركات خاصة العالمية منها مم. إذا كانت ترغب في التعامل مع الدول العربية جمعا مم. عوضا ما أن تصدر لبلد واحد تصدر للكثيرين ان تستعمل اللغه العربيه طبعا م. فهناك ضروره وهناك ايضا وزن سياسي واقتصادي لهذه طبعا. البلدان ثم ان للغه العربيه اكيد بعد تاريخي كما تفضل احد المتداخلين في تقريركم آه وبعد جغرافي مه. بانتشار المسلمين في العالم، ثم هناك بعد معياري مه. محفوظ في القران الكريم كما هو معروف، مه. وقد ونحن في تدريس الترجمه طبعا في جامعه ملك فيصل وغيرها من الجامعات السعوديه وفي ايضا نشر الترجمه والتعريب عن طريق مراكز الترجمه في الجامعات مه. هناك جهد كبير لنقل التراث العربي الى اللغات الاجنبيه و... يعني دكتور انت تستطيع ان تقول ان هذا الاحتفاء هو مسايره ومص ومصلحه ايضا هناك المصلحة وهناك أيضا يعني الزخم والقوة للغة العربية بمستعملينها الكثر في العالم يعني العامل الاقتصادي له أثر كبير جدا يا دكتور الاقتصادي والسكاني في العالم. اوه اذا احنا الاثر السكاني مهم، طيب دكتور هذا يحيلني الى عواد انت طالب بكليه الاداب وكل موادكم تدرسونها طبعا باللغه العربيه، اتصور ان انتم بالقاعه تستخدمون اللغه العربيه، تتكلمون بها، زي وتناقشون ايضا بها، هل هذا الامر موجود فعلا عند الطلاب؟ هو موجود لكن ليس بالحلو اللي اللي احنا نبغاه، مش الواقع اللي يطمح له الكثير مه. آه للاسف بعض الطلاب يتكلمون يعتقدون انهم يتكلمون اللغه العربيه الفصحى وهي غير اللغه العربيه قصدك الفصحة. انت اللهجه العاميه يتكلمون اللهجه العاميه, العامية. طيب. قد البعض يعتقد منه صغير ان هذه اللغه العربيه الفصحى والكلمات هذه كلمات عربيه مه. وموجوده في المصطلح لكنها للاسف كلمات عاميه آه ليست موجوده في اللغه العربيه الفصحى طيب انت الان يعني اليوم اللغه العربيه هذا الاحتفال هل سمعت به من قبل طبعا ولا لا؟ أكيد مصادفة مصادفة تم. مصادفة اها آه وزملائك ايضا سمعوا به توقع انه صار نقاش بينكم؟ لا م -م. م -م. طيب م -م. انت تعول توع... على من قضية رفع مستوى اللغة العربية عند يعني الطلاب زملائك؟ آه ب... بالدرجة الأولى المربين الآباء والأمهات م -م. وبالدرجة الثانية الأساتذة م -م. والدكاترة المختصين بالمجال هذا يعني أساتذة اللغة العربية هم م -م. اللي يتحملون؟ هم آباؤنا في اللغة العربية فإذا ما ما رعونا في اللغة العربية لن يكون هناك طالب راح يكون مخرج جيد يمثل اللغة العربية دكتور عواد يحملكم مسؤولية أنتم يعني قسم اللغة العربية أنكم لم تحتفوا لم تهتموا باللغة العربية دكتور شوف يا أخي الكريم الأقسام اللغة العربية وكليات اللغة العربية في الجامعات السعودية وغير الجامعات السعودية <applause> هي تعلم اللغة العربية من زوايا تقعيدية قواعد و لكن انت لا انت لا تستطيع ان تفرض على المجتمع كله صغيرا وكبيرا وطلابا واساتذة ان يتكلموا اللغة العربية الفصحى، هناك لهجات يعني دارجة في المجتمع المحلي وفي سواء على مستوى المجتمع القصير الصغير او المجتمع الكبير في المملكة او في الوطن العربي، كل له لهجة نحن لا لا نطالب الان في هذه العجاله وفي هذا اليوم في خضم الاحتفال ان نتكلم كلنا العالم العربي اللغه العربيه الفصحى. نحن نطالب ان تكون اللغه العربيه لغه رسميه محترمه في مكاتباتنا، في مخاطباتنا. سليمه. في سليمه في اعلامنا في 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 مؤلفاتنا في نحترمها حتى يحترمنا الاخرون. اما أن, 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 ان نفرضها كلغه فصحى على المجتمع فهذا طبعا طيب دكتور الان خليني اسالك دكتور عن الشراكه المجتمعيه التي م. حصلت بين النادي الادبي وجامعه الملك فيصل، حدثنا دكتور عن هذه الشراكه. كما تعرف الانديه الادبيه انشئت م. لتهتم بالادب العربي الفصيح. <applause> وباللغه العربيه الفصحى ولذلك لا مكان فيها <applause> للشعر الشعبي او الشعر العامي او اللهجه العاميه لا مكان لها في الانديه الادبيه طيب. ولذلك كانت هذه الشراكه التي جاءت بين نادي الاحساء الادبي وجامعه الملك فيصل انطلقت الحقيقه من مبدا الشراكات المجتمعيه بين مؤسسات المجتمع المدني <applause> والجامعه هي بيتنا الكبير يعني الحقيقه في النادي الجامعه نحن نشرف ان يعني نكون تحت او ان يكون لنا شراكه مع جامعه الملك فيصل تصور <applause> اليوم وكا. اليوم اليوم العالمي دكتور هو ثمره آه لهذه من هذه الشراكه ولذلك تضافر الجهود بين مؤسسات كبيره ومؤسسات تعنى باللغه العربيه مثل النادي الادبي وجامعه الملك فيصل ممثله في كليه الاداب قسم اللغه العربيه هذا يعطي نتائج جيده تمام ونرجو نرجو الحقيقه أن طلابنا يعني ان الطلاب وال انهم يستفيدوا من هذا الاسبوع الذي سيقام هو فعاليات على مدى اربعه ايام تقريبا مركز الملك عبدالله الله دكتور مركز الملك عبد أيوة. طبعا هو مشارك معنا في الندوه الكبرى التي أيوة. ستعقد ان شاء الله يوم الاربعاء مه. فهو جزء من هذه الندوة التي ستكون عن الخطاب اللغوي ولكن البرامج الأخرى هي بالشراكة مع الجامعة وجزء منها كبير يقام في حرم الجامعة طيب دكتور أيش الأنشطة اللي أنتم مقدمينها دكتور للطلاب سيكون هناك بمشيئة الله تعالى ندوة في في كلية الآداب يوم الثلاثاء اسمعي عوادها مختصة باللغة العربية ستتكلم فيها أساتذة وتكون محاكمة الحقيقة أنا أتمنى من طلابنا أن يأتوا إلى هذه الندوة ويحاكموا أساتذتهم في هذه جميل. الندوة جميل آه إذا كان الأساتذة مقصرون فعلاً أنه لا. في توصيل هذه اللغة إلى م. أبنائنا، نعم. وأنا لا لا أبرئ نفسي ولا أبرئ الآخرين. آه سيكون هناك أيضاً آه ندوة نسائية كبرى آه دعية إليها مجموعة من طالبات الجامعة ستكون في مبنى جميل. النادي بمشيئة الله م. تعالى، وهناك ندوة مشتركة أيضاً م. للرجال ونساء ستكون في النادي، وكلها بالشراكة مع الجامعة ومركز الملك عبدالله. الله أنتم لكم نشاط يا عواد في هذه الاحتفالية ولا لا؟ والله نتمنى أه نتمنى أن احنا نكون أول المشاركين. طيب ايش ناويين تسوون يعني انتم بالضبط في هاليوم؟ ايش ناويين؟ نعرف الناس باهميه هذه اللغه. تمام. على الاقل مثل ما قال الدكتور تكون قاعده عند الطلاب مه. يعني الطالب اكيد راح في مره من المرات سيكتب خطاب مه. سيتقابل مقابله رسميه جميل. للتوظيف او لاي كائن كان. كان. مه. الطالب لابد ان يحتاج الى اللغه العربيه مه. في احد المواقف مثل ما هو يحتاج الى اللغه الانجليزيه في بعض المواقف. جمي جمي. فاذا ما كانت عنده قاعده للغه العربيه انا متاكد انه سيحرج من نفسه اولا جمي جمي. ان يكون شخص عربي لا يتقن العربيه. جمي جمي. طيب احنا بنشوف تقرير معاكم وبعدين نرجع مره ثانيه اعزائي المشاهدين خلينا نشوف هذا التقرير وبعدين نرجع لكم مره ثانيه تابعونا. هي لغه القران ولغه الضاد التي وجدت لكي تبقى ولكي تستمر منذ الاقدمين والى نهايات الزمان اللغه العربيه التي هي اليوم تتعرض لخطر حقيقي امام تنكر بعض ابنائها لها وهم يتمادون في الخضوع لهجمه لغات بديله اجنبيه جامعه الملك فيصل وانطلاق من رؤيه ورساله الجامعه نحو تحقيق الرياده في الشراكه المجتمعيه وتحقيقا لمذكره التعاون بين الجامعه ونادي الاحساء الادبي قررت تنفيذ عده انشطه ثقافيه بالتعاون بين الجانبين آه، تمر بنا هذه الايام مناسبه غاليه على انفسنا وهي مناسبه الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية. وليس هناك من شك في أن اللغة العربية هي لغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم ولأنها لغة أهل الجنة. وحقيق بنا نحن في وطننا العربي ومن يتكلم باللسان العربي ان نهتم بهذه اللغه وان نقدر لهذه اللغه وان نعطيها حقها في حسن التخاطب وفي تأصيلها في نفوس الاجيال القادمه اجيالنا القادمه في ظل ثوره المعلومات وانثيال تقنيه الفضاء والمزاحمه الهائله من اللغات الاخرى التي يموج بها عصرنا هذا اللغة العربية الحمد لله انها حفظت بحفظ الله عز وجل لكتابه، فالقرآن هو محفوظ بقدرة الباري جل وعلا، ولذلك ستبقى هذه اللغة بإذن الله تعالى محفوظة قوية شامخة ما بقي هذا الكتاب المقدس يدين به أكثر من مليار مسلم في أنحاء المعمورة. وستشتمل الانشطه والفعاليات الثقافيه عقد ندوه نسائيه متخصصه في مجالات اللغه العربيه مساء الاثنين 13/2/1435 في مقر النادي كما ستقام ندوه متخصصه في كليه الاداب بعنوان اللغه العربيه والعلوم الاسلاميه صباح يوم الثلاثاء 14/2/1435 إضافة إلى إقامة ندوة رئيسية على مسرح نادي الأحساء الأدبي حول اللغة العربية بالشراكة بين الجامعة ونادي الأحساء الأدبي ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية مساء يوم الأربعاء 15 وخمسة 1435 في عام 1973 للميلاد في يوم 18 ديسمبر أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا للغة العربية، للاحتفاء باللغة العربية. هذا اليوم يعد يوما عالميا، ويجب علينا أن نحتفي به كما احتفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة. في ظل هذا التوسع الذي الآن يصحب العالم، توسع لغوي وتوسع أيضا اقتصادي وتوسع اقول اعلامي ايضا يجب علينا فعلا ان نحتفي بلغتنا تحدثا وكتابه وايضا ابداعا كتابيا سواء كان نثرا او شعرا والحمد لله ان المملكه العربيه السعوديه بقياده سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين اقر اقامه مركز سمي باسمه حفظه الله مركز خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمه اللغه العربيه. وهذا يدفعنا نحن المراكز العلميه والمراكز الثقافيه الى الاهتمام بلغتنا والعنايه بها وايضا تكريس الابناء للحديث بها. يوم عالمي للغتنا العربيه لنجعل كل لحظه يوما عالميا لها حين نتمسك بها جميعا كقيمه للتوحيد والثقه والايمان بمستقبلنا كلنا أعزائي سنقف سوية على جسر الجامعة لكن نتابع ضيفنا وضيوفنا لحلقة هذه لهذا اليوم ولغتنا يحتفي بها العالم وتختفي عند أبنائها هو عنوانها وأرحب بالدكتور مختار الله أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الذي انضم إلينا بعد شكر الأخ عواد من قسم اللغة من قسم كلية الأدب حياك الله دكتور حياك الله بالمصري نقول لك منور الله ينور عليك حياك الله <تصفح Popular> <تصفيق> <تصفيق> دكتور أنت في قسم يعني الدراسات الإسلامية والدراسات لا. الإسلامية وأيضا تخصصك لغة يعني دراسات الأديان والعقيدة لا. أنت في تماس مع الجمر مباشرة مع اللغة العربية وأيضا مع الطلاب لا. أين تجد يا دكتور يعني اللغة العربية عند طلابكم ضائعة لم أجدها حتى الآن لا في مصر ولا في السعودية ولا في غيرها الحقيقة اللغة العربية مظلومة كثيرا جدا بين أهلها وانا اقول دائما اذا كنا يعني نعذر او نلتمس الاعذار للعوام والعاملين في خارج النطاق التعليمي والثقافي فاننا لا نجد عذرا ابدا لطالب في مستوى تعليم عالي ولا يحسن حتى ان يقيم جمله واحده باللغه العربيه هذا يعني امر يصيبك بصدمه نحن يا يعني دكتور على اللغه العربيه من الطلاب لا يوجد اقبال ولا يوجد رغبه ولا حتى توجد قاعده يمكن انت كاستاذ ان تبني عليها، مم. الطالب يعني يمارس الممارسات اللغويه في المدرسه تاتينا معيبه وبالتالي لا نجد للطالب استعدادا اصلا لقبول مثل هذا هذا الاداء، مم. الحقيقه الطلاب عندما نكلفهم بكتابه ابحاث يلجؤون الى الكمبيوتر فاذا يعني اجبرناهم على الكتابه بخط اليد يصل الامر الى التوسل والالحاح الشديد للاعفاء من هذا العبء الثقيل <applause> الذي يجد انه ربما اثقل من الماده العلميه نفسها التي التي سيكتب هو سيد جوجل يا دكتور يعني اغناكم <applause> حقيقه هذا يعني داء كبير <applause> انا انبه اليه واقول ينبغي كما ذكر الاخ الطالب الذي كان موجودا <applause> ان نتحمل نحن الاساتذه هذه المسؤوليه هم يبغون يوفرون الحبر يا دكتور فقط <تصفيق> <تصفيق> فالحقيقة يعني يجب أن أن يتكاتف الجميع من أجل النهوض في آه. الطالب لا يحسن أن يتحدث اللغة العربية، تحدثا شفويا، آه. لا يحسن أن يكتب جملة باللغة العربية، آه. حتى الاختبارات التحريرية وفي وفي المقررات النظرية الإنسانية آه. وللأسف تتحول آه. إلى اختيار من متع... اختيار من متعدد، آه. فتزيد في تجهيل الطالب بلغته، آه. لأن الطالب قد يكون عنده أفكار آه. لكن مشكلته التعبير عن هذه الأفكار. طيب دكتور أنا خليني أنا يعني أرفع هذا نعم. الإحباط الذي أنت تكلمت به في اليوم العالمي للغة العربية أنشئ هاشتاج للحديث عن هذا الاهتمام وهذا الإحتفاء وأنا حقيقة سعيد أن أقول أن أمانة الدمام تبعث رسائل توعوية تذكر باهميه اللغه العربيه، شكرا لامانه الدمام، شكرا للمهندس فهد الجبير. آه ونص الرساله اخي المواطن، اختي المواطنه، اللغه العربيه هي مصدر الابداع، لغه التفكير، لغه العلم، لغه التغيير. آه هذا الكلام ايش رايك فيه يا دكتور؟ طبعا كلام مهم جدا لانه مهم. آه كما كنت اقول الان مهم. هناك ما يسمى بالطلاقه التفكيريه آه. والطلاقه التعبيريه. تمام الطلاقه التفكيريه هي قدره الطالب او الانسان على توليد الافكار بعضها من بعض جميل والطلاقه التعبيريه هي قدرته على التعبير عن هذه الافكار التي مم. ولدها مم. عندما يجمع الطالب او الباحث او الدارس بين الطلاقتين نستطيع ان نقول انه وصل الى مرحله الكمال يستطيع ان يفكر وان يعبر جميل كما تقول هذه الرساله نعم. لغه التفكير ولغه التعبير مم. وعندما يملك احداهما فانه يصاب في 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 مقتل فاما مم. ان يكون كلامه كثيرا بغير فائده عندما لا يكون عنده الطلقة التفكيريه واما ان يكون عند نقول ظلم لسانه عقله عندما لا يستطيع ان يعبر عما في عقله بلغه طلقه يستطيع ان يوصل بها المعاني طيب دكتور عمر انت طبعا ايضا يعني في تواصل مستمر مع العالم ولغات العالم أتصور أكيد في أحد هنأك بهذا اليوم اليوم اللغة العربية هذا الاستاذ زياد دريس يقول نادي برشلونة العالمي يهنئ العرب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في أحد هنأك دكتور؟ ولا ليس بعد ليس ضمن أوساط الجامعة آه. آه ليس بعد آه. ربما أن هذا اليوم غير معروف على نطاق واسع و برنامجكم الكريم سوف يعرف لكن الـ الـ. الانديه الرياضيه تصل الى هذا المفهوم هذا يعتبر شيء جيد جيد طبعا وخاصه دكتور انا خليني أسأل دكتور ظافر مباشره دكتور يعني اللغه العربيه معتمده هناك موقع اسمه تغريدات يقول اللغه العربيه معتمده كلغه رسميه في دول اخرى خارج الوطن العربي ومنها السنغال ومالي وتشاد هذا وين دبيل. وين دبيل. وين اين الدول العربيه دكتور؟ والله الحقيقه حديث الدكتور اثار لدي قضيه وهي مه. قضيه ضعف طلابنا في في, في كليات اللغه العربيه مه. وليس في اقسام اللغه العربيه انا اتكلم عن كليات اللغه العربيه مه. واقسام اللغه العربيه مه. انا انا اعيد هذا الضعف الى سبب رئيس وهو, وهو انه اصبحت هذه الكليات وهذه الاقسام محاضن للطلاب المتعثرين طالب يريد تخصص هو 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 في الاساس طالب علمي جاي من الثانويه علوم طبيعيه وليس علوم شرعيه يعني هو ما ثم لم يقبل في اي تخصص في في فيرمى في 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 قسم اللغه العربيه وهو لا يريد اللغه العربيه ولا وليس ولا, 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 ولا يعني ليست لديه هوايه طب تساعد انا اقول انا انا هذا الكلام صرحت به لدى كثير من مدراء الجامعات والمعنيين بالجامعات يا جماعه الخير قلصوا القبول في كليات اللغة العربية وأقسام اللغة العربية دعوها لمن يرغبها وتوسعوا في الدراسات العليا توسعوا في الماجستير برامج الدراسات العليا واترك واترك الماجستير البكالوريوس لطالب عنده هوايات شعر وخطابه وروايه ويريد ان ينمي نفسه فسياتي هو راغبا وبالتالي تخرج مخرجات ممتازه لكن ان تخرج مخرجات تحبو <applause> لأنها في الأساس جاءت وهي لا تريد هذا المكان هذا <applause> هذا نحن الذين صنعنا هذا الضعف بأيدينا كأساتذة وكمسؤولين <applause> أنا أريد أن تتنبأ جامعاتنا السعودية والجامعات العربية والمراكز البحثية <applause> في اللغة العربية مثل هذا لا تتبنى طالب لا يرغب اللغة العربية وليس متخصصا فيها طيب, طيب دكتور أنا <applause> لعلي أنا أسأل الدكتور دكتور عمر أنا سأقرأ عليك دكتور نص لعله في كتاب مشهور جدا للكاتب جانسون في كتابه الاسلام المقاتل يقول ان الانجليز والفرنسيين عندما كانوا يستعدون في بدايه القرن العشرين لجعل المنطقه التي تسيطر عليها الدوله العثمانيه مناطق نفوذ خاضعه لسيطرتهم واستعمارهم قاموا باجراء بحوث ودراسات كثيره لمعرفه اسباب قوه وصلابه الانسان العربي وتمكنه من تحقيق انتصارات وفتوحات واسعه من الهند الى المحيط الاطلسي فوجدوا أن أهم سبب كان يكمن في طريقة تعلم الطفل العربي للقرآن الكريم والكتابة قبل سن الخامسة وختم القرآن الكريم الذي يحتوي على أهم وأفصح التراكيب اللغوية فيتقنها وبعدين يطلع إلى السادسة يروح للكتاتيب يا دكتور ثم يعني فيقول يعني أن تعلم الأطفال العلوم الدينية واللغة العربية جعلها مقصورة على أولاد الفقراء بينما أن أولاد الأغنياء هم الذين يحتفون باللغة الإنجليزية بحيث ما هو الخلاصة الخلاصة أن طبقة هؤلاء الأغنياء حينما يأتي الأجنبي المحتل وتصبح غريبة في مجتمعه وغريبة عن المجتمع الذي تتشبه به في الغرب حتى تظل دائمة الشعور بالنقص وبذلك يضمن المحتل الأجنبي ولا هذه الطبقة أنت شو رأيك بالحقيقة الأمر أن هناك طبعا تاريخ طويل <applause> لتدريس اللغة العربية طبعا ود الإسلام في الكتاتيب والأربطة والحلقات العلم لم ينقطع على الإطلاق حتى اليوم من منذ ظهور الإسلام حتى اليوم لكن أيضا في الفترات الأخيرة في يعني لنقل حوالي خمسين أو مائة عام الأخيرة هناك هجمات أو هناك يعني جهات لديها مصالح كبيرة كثيرة في منطقة العالم العربي يعني تكلم و... دكتور عن اهداف الاستشراق العالمي مثلا دكتور؟ يعني عن اهداف في الحقيقة هي ثقافية مم. وتنتهي إلى أهداف ربما أبعد من ذلك سياسية مثلا إقامة الجامعة أولا المدارس الأجنبية مم. كما عين طورة في لبنان وبعدها صارت الجامعة الأمريكية وكان هناك مشروع في حلب أيضا لإقامة جامعة أمريكية وهناك مشاريع غيرها هنا وهناك مم. اليوم طبعا مم. للأسف يعتز الكثيرون يعني كثير من البلدان والبل والمدن والطلاب في الدراسة م. بجامعات غير عربية أو م. غير ناطقة باللغة العربية حتى في الوطن العربي م. لكن هذه الأشياء ليست بدون تخطيط طبعا م. 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 آه نحن يجب أيضا بالعناية باللغة العربية يجب أن م. نعتبر أن ما كان لدينا من تراث وكنوز م. 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 يجب أن نستخدمه كجسر جميل. نمر به إلى نعبر به بالحقيقه الى العالم الحديث <applause> وهنا ايضا يعني اعود الى قضيه الترجمه والتعريب <applause> لا بد من الترجمه لتعريف الاخر بما لدينا ولا بد من التعريب والتعريب ليس تعريب الكتب والعلوم م. فقط م. فاللغه م. العربيه ليست فقط لمن يختصون بها اللغه العربيه لكل متعلم ولكل فرد في المجتمع طيب. ف... دكتور انا سارجع الى هذا المحور محور الترجمه لكن علي اسال الدكتور مختار دائما احنا نتكلم بلغه الضعيف ان احنا في مخطط واحنا مستهدفين هذه اللغه بالنظر الى كلام الكاتب دكتور ماذا تقول اقول نحن مستهدفون فعلا وهناك مخطط ومؤامرات تقصد هذه الأمة مه. ويأتي ضمن مه. الأهداف المقصودة القضاء على اللغة العربية باعتبارها ال 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 يعني آخر القلاع التي مه. يمكن أن تهدم في خلق هذا ال ال الفكر الجمعي وتكوين الأمة على, على هوية واحدة مه. آه هذا لا شك فيه، ولم يعد مجالا للشك. طيب اعطي امثله دكتور لهذه المخططات تتكلم عنها انت. يعني مم. مثلا ماسينيو آه في 1929 مم. في من بداية القرن العشرين الماضي آه اطلق دعوة بكتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. مم. واستمرت هذه الدعوة آه يعني اشبه بخرافة قد لا يصدقها الناس ولكن نفاجئ اليوم ان الشباب يكتبون معظم المراسلات او مسمى بالشات باللغه بالحروف اللاتينيه مم. اصبحت واقعا الان آه في في البوسنه سنه آه سنه 2002 آه عندما يصدر قرار بمنع التعليم باللغه العربيه في البوسنه وهي دوله كانت اللغه العربيه معتمده في التعليم آه ايضا آه دبلجة, دبلجة, دبلجه الافلام يعني عندما ظهرت بعض القنوات التي تقدم افلام الاطفال الكرتون الاطفال باللغه العربيه الفصحى من بدايه التسعينات لاحظ الدارسون ان الاطفال اصبحوا يتكلمون باللغه العربيه الفصحى فيما بينهم وفيما بين اهلهم فيفاجئ الاب بان ابنه يكلمه بلغه عربيه فصحى واصبحت اللغه العربيه تدخل في بنيه الثقافه في الطفل العربي مه. ماذا حدث صدرت قرارات وللاسف من مسؤولين عرب في دول عربيه بدبلجه الافلام الكرتونيه باللغه العاميه والان كما تعرف اكثر الافلام ليست مدبلجه باللغه الفصحى نحن فعلا يعني نساعد اعداءنا على الوصول الى اهدافهم <applause> اللغه العربيه مستهدفه لانها لغه التفكير <applause> نحن انا انا وانت الان بما <applause> نفكر <باللغة> نفكر بلغه <applause> باي لغه <applause> باي لغه <applause> نفكر في داخل رؤوسنا باللغه العربيه فاذا اصيبت اللغه العربيه فأصيب فقد اصيبت رؤوسنا دكتور انت الان تتكلم عن مؤامره نعم. خليني اسال الدكتور ضافر عن دور اللغه في الحفاظ على هذه الهويه دكتور قبل ان اجيبك الحقيقه على م. هذا السؤال دعني اعلق على جزئيه وردت عند الدكتور في قضيه م. التعريب عند الدكتور آه عمر م. اخي الكريم في سنه الف وتسعمائه واربعه اتخذ قرار في مجمع اللغه العربيه في الرباط بتعليم العلوم الطبيه في الوطن العربي باللغه العربيه باللغه العربيه الى هذه اللحظه لم تعرب الامر يحتاج الى قرار سياسي يحتاج الى <applause> الى الى هيئه <applause> عليا تتبنى يعني. تتبنى مثل هذه لا. القرارات التي تصدر من المعاجم اللغويه ومن الهيئات الثقافيه <applause> ثم تبقى حبرا على ورق اما قضيه سؤالك وهو لو ذكرتني فيه اللغه العربيه كيف نحافظ على الهويه دكتور؟ ضاعت آه هويتنا الحمد لله في اللغه العربيه هي محفوظه بحفظ كتاب الله سبحانه <تصفيق> وتعالى، <تصفيق> لو ترك حفظ اللغه العربيه لنا لكان اضعناها منذ, منذ 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 ان ضاعت الخلافه في العصر العباسي، <applause> كان انتهت اللغه العربيه، لكن الله سبحانه وتعالى حفظها بقرانه ولكننا نقول نقول اننا في في خضم هذا العالم المتغير وباننا في الوطن العربي نمتلك مقومات سياسيه واقتصاديه وحضاريه وثقافيه نستطيع من خلالها ان نكون امه وان نحافظ على هذه اللغه لكن الامر في ظل هذه الفرقة وفي ظل هذا التناحر وفي ظل هذا التفكك في هذا المجتمع وفي ظل المؤامرات التي أنا أتفق مع الدكتور على أن هناك مؤامرات لي هدم الدين الاسلامي اولا ثم لهدم اللغه وبنيه هذا المجتمع العربي من ابنائه ايضا يعني استطاع الاعداء منذ زمن بعيد في التاريخ الاسلامي ان يزرعوا الاحقاد بين ابناء الامه العربيه الواحده ولذلك نحن متفككون الان طيب دكتور خليني اقول لك على نكته واحد يقول هنا مضحك ان تدعو لاستخدام اللغه العربيه الفصيحه في شتى مجالات الحياه وانت لا تستخدمها عند دخولك السوبر ماركت دكتور انا دعني بس اعلق على آه هذا الكلام هذه القضيه قضيه قضيه الـ السوبر ماركت وقضيه الـ اللوحات الاعلانيه هو المصطلحات. هو م. الحقيقه الحقيقه انه في ظل انهزامنا انهزمنا نحن في انفسنا نعم. فلذلك راينا ان الاخر هو الاقوى وان الاخر هو النموذج ولذلك انت عندما تفتح محل تجاري صغير يمكن يكون مكتب عقار تكتب اسمه باللغه الاجنبيه. صحيح. هذه كارثه هذه مصيبه عندنا يعني لم نستوعبها الى الان ولذلك يجب ان 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 نعود الحقيقه الى جذور هذه اللغه والى منابعها الاصيله وان وان نحترمها وان نعتز بها. فلذلك انا لما ادخل السوبر ماركت لما لا, لما لا ادخل محل تجاري لما لا أدخل لا ادخل اتي بتسميه عربيه؟ لما لا؟ طيب يعني دكتور هذا أت... الانهزام اللي تتكلم عنه، خليني اقرا لك دكتور اوضحت دراسه امريكيه ولعل الدكتور عمر يشاركني ان الاقبال على تعلم اللغه العربيه في الجامعات والمعاهد الامريكيه لا. شهد ارتفاعا ملحوظا ونسبه التسجيل في صفوف تعلم اللغه العربيه في الجامعات الامريكيه تخطت صفوف التسجيل في الصفوف الروسية واللاتينية بحيث وصلت إلى المرتبة الثامنة وفق جمعية اللغات الحديثة. هذا الانتقال جعل جاء بعد أحداث يوليو طبعا مم. لكنه عموما يعطي مؤشرا ايجابيا. دكتور أنت تعليقك؟ في الحقيقة هذا أمر موجود يعني مم. أنا أعرف التجربة البريطانية بقيت مم. في بريطانيا ثمان سنوات مم. ودرست اللغة العربية بالمناسبة في, المناسبة في جميل. بريطانيا مم. بعض المهندسين أحيانا كان قبل أحداث نيويورك كانوا يهتمون باللغه العربيه طبعا اما للوظائف او احيانا في بعضهم لاسباب عائليه لكن ايضا هناك اخبار ساره اكثر بان الحكومه البريطانيه قررت ايضا ان تعتبر اللغه العربيه واحد من اللغات التي يمكن للانجليز او غيرهم ان ياخذوها كلغه اضافيه في المدارس م. وطبعا هناك كثير من المدارس العربيه ايضا هناك جامعات شجعت ايضا قديمة. نعم المدارس العربيه مثل المدرسة السعوديه وغيرها بالضبط السفارات والملحقات الثقافيه لها, نعم لها, لها دور نشاطات جيد. كبيره في هذا المجال وهناك الكثير الان حتى هناك صحافة عربيه مم. طبعا واعلام عربي في المهجر مم. يعني في خاصه بريطانيا وفرنسا مم. فهذا كله يساعد لكن مم. مم. العوده مم. الى الارتباط في الحقيقه باللغه العربيه المعياريه الحديثه وليس لان هناك قضيه الفصحى ولها عليها كثير من وهو محفوظه في القران الكريم طبعا. لكن م. نريد اللغه العربيه عبود كتب كتاب مشهور مه. اللغه العربيه المعياريه واترسه في تكساس جامعه تكساس وهو اللبناني الاصل بروفيسور عبود كتاب كتاب كبير مم. ودرسته انا في بريطانيا أيضا. كتاب مودرن ستاندرد ارابيك باللغه الانجليزيه جميل. اللغه العربيه الموديم. المعياريه الحديثه نعم وهو اللغه التي ايضا درست انا الاعلام بالحقيقه باللغه الانجليزيه والعربيه أه. النشرات الاخباريه والنشره الاخباريه سواء كانت في الجزائر او نواكشوط او في سوريا أو اي مكان تلفظ وتفهم بنفس الطريقه من قبل كل من يعرف اللغه العربيه. طيب دكتور هذا هذا الكلام الجميل اللي تذكره يجعلني اسال الدكتور لا. الغرب يا دكتور ما الذي يجعله يهتم ويدافع ويستميت في الدفاع عن اللغه العربيه؟ طبعا عظمه الامه العربيه والاسلاميه لا شك اللغات تعز بعز اهلها وتذل بذل اهلها جميل نحن نرى مثلا اللغه العبريه اخرجوها من القبور وقد ماتت منذ, منذ الاف السنين واصبحت <applause> الان لغه حيه المساله تحتاج الى اراده نحن امه عظيمه عندنا كتاب عظيم تكفل الله عز وجل بحفظه نحن كمسلمين اكثر من مليار ونصف كعرب اكثر من قاربنا على النصف مليار يتكلمون باللغه العربيه عندنا مقدرات بشريه ومقدرات جغرافيه ومقدرات طبيعيه كثيره جدا نحن ارض الرسالات لهذه الاسباب كلها يهتم ده. الغرب نعم يهتم م. الغرب بلغتنا م. فهناك دوافع دينيه للغرب يهتمون بلغتنا من اجلها م. هناك دوافع اقتصاديه كما سبق وذكر في هذا م. البرنامج هناك دوافع عسكريه هناك م. دوافع اه 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 اقتصاديه الى غير ذلك تجعل الغرب يهتم وكما ذكرت انت ان اللغه العربيه تاتي في في, في مقدمه اللغات التي يزداد الاقبال عليها كل يوم وبخاصه بعد الحادثه الشهيرة في سبتمبر 2001 عندما بدأ الغربيون والأمريكان يبحثون عن هؤلاء العرب الذين أتوا إلى بلادنا ليفعلوا فينا هذا هذا الفعل ما من هم وكيف يفكرون وبما يتكلمون فحدث إقبال على أمرين تحدث تعلم اللغة العربية وتعلم الدين الإسلامي طيب دكتور أنا سأتكلم عن سأدق نقص الخطر شوي عن الخطر الذي يواجه لكن خلينا نأخذ فاصل ثم نرجع إليكم فاصل أعزائي المشاهدين ثم نرجع تابعونا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، دكتور احنا تكلمنا عن ان هناك خطر للغه العربيه، لكن دكتور بحك بحكم اين تجد طبعا اين تجد مكمن الخطوره، لكن دكتور انت بحكم انك الان رئيس نادي الادبي حينما تعيون عن امسيه شعريه باللغه العربيه او باللغه الشعبيه، اتصور ان حضوركم اكثر سيكون باللغه الشعبيه، اذا في خطر ولا لا؟ ما في شك. اولا الخطوره تاتي على اللغه العربيه وخاصه عند النشء. من منذ البدايه، منذ الصغر. عندما نسلم ابناءنا لعاملات اعجميات مه. ثم يربين هؤلاء الاطفال الصغار على اللغه العربيه المكسره مه. واصبحنا نحن في بيوتنا حتى أيوة. نتكلم اللغة العربية المكسرة لاننا بسنة. لاننا بدل ما ان نعلم هؤلاء العمالة الموجودة في بيوتنا أيه. العربية الفصحى علمونا العربية المكسرة آه. هذا واحد من من مكامن الخطر طيب الخطر الثاني ايضا الفضاء الـ 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 الاعلام الإعلام. إيه. الاعلام الان لغة الاعلام اصبحت في في 99% منها ان لم اقل اكثر اصبحت لغة مكسرة عامية وانظر الى القنوات الرئيسة التي هي معتبره في نشرات الاخبار وفي الاحداث السياسيه احيانا وكثير من برامجها تذاع بلهجات وليست باللغة العربية فصحى. لغه سهله دكتور مرحبا سهله يعني احلى سهلة من سهله مرحبا. لفئه لكنها ليست سهله للغه رسميه آها. يجب ان تحترم آها. وتحترم عقل المشاهد الذي امامك عندما تتكلم بلغه عندما أشار الاساتذه الى قضيه كيف رجع الغرب الى او انت اشرت انه الـ الإقبال على الدراسات العربية والإسلامية م. في المدارس الأمريكية الجامعات الأمريكية، م. هذا متى سار يا سيدي؟ هذا سار بعد أحداث 11 من سبتمبر، م. عندما رأوا أن هناك تحرك مع أننا نشجب ولا نرضى مثل هذا العمل الهمجي الذي الذي حدث في أمريكا في 11 سبتمبر م. طيب دكتور لا يمكن. أنا الأطفال أنت تكلمت عن موضوع الأطفال أنا. دكتور لما أنا أتكلم مع لما <applause> أتكلم مع ابني أو ابنتي اقول لها أعطيني الكتابية أو هذه اللهجات هذه رأيك. لهجات هذه لهجات فصحى ايوه انت انت عندما ليتنا نعلمهم الفصحى اللهجات م. الفصيحه م. هذه في القران وردت ولا غضاضه فيها ولا م. ولا مشاحه م. لكن عندما اكسر اللغه وانا يعني احترم لساني ان اقول شيء مما نقوله في بيوتنا مع الخدم ومع العمال الموجوده م. عندنا لكني اقول ان اللغه العربيه هي لغه حيه وستبقى حيه سواء انهزمنا او انتصرنا لأنها لغة مقدسة ولكن هذا يفرض علينا كمربيين وكمسؤولين وكمهتمين ان نحترم هذه اللغة، انت اشرت الى قضية العامية والشعر الشعبي والشعر العامي أي. مع الاسف الشديد الشعر الفصيح الان اصبح شعر النخبة وشعر المناسبات الصفوة, الصفوة. نعم. ولذلك عندما تكون امسية فصيحة لا يأتيها الا الصفوة لكن م. العامية هي منتشرة وهي لغة الغناء هي أوسع لغة الوجدانيات المباشرة نعم صحيح. المباشرة دكتور طلابكم في قسم اللغة الإنجليزية حينما يتعلمون اللغة ويتقنونها يعني يصبحون يتباهون يعني لما يجلس في المجلس يمرر لك أربع كلمات يعني إنجليزي في وسط عشر كلمات عربية أو حتى الذين يدرسون يا دكتور في الغرب ويرجع زين يدرس في الجامعات الغربية ويرجع تجد أن لغته يعني بدأ فيها نفس التفاخر ما السبب دكتور؟ أه هناك اسباب موضوعيه لهذه الامور، اولها اسباب احيانا اجتماعيه، ثم أه. هناك اسباب نفسيه لها علاقه بالمراهقه ويعني عدم النضج الكامل للشخصيه، لكن دلع يعني يا دكتور؟ أه لا انما في قضايا بالمجتمع يعني هو الشاب او الشابه تحب ان أه تظهر بين اقرانهم، يعني يظهرون أه. بين اقرانهم على انهم يتابعون، لكن هذه التقليعات م. ليست الا يعني شيء يجب ان نعترف به ونذهب الى ما بعده، ان نذهب الى ما بعده في الحقيقه هو ان نرجع الى المحددات الاساسيه م. الا وهي تاريخ وجغرافيه ومعياريه اللغه، لكن آه بالنسبه اذا ذهبنا للاشياء الجديه في الع... في الحياه الثقافيه والفكريه العربيه آه نظام التعليم العالي في الجامعات السعوديه م. اقر بان اللغه العربيه هي لغه الجامعات وعلى الاقسام الاكاديميه ان تستعمل اللغة العربية كل حسب استطاعته في الوقت الذي يتمنى والله جميعاً. الآن التخطيط القرار. اللغوي نحن م -م. لدينا تخصص خاص في علم اللغة التخطيط اللغوي آه. كما خطط الفرنسيون والإنجليز منذ م -م. حوالي 300 عام أقاموا بتقعيد اللغة واقامه معايير المفردات والالفاظ وغيرها والأساليب وغيرها أقاموها مع نشوء طبعاً الطباعة الكتب إلى آخره يجب علينا نحن أيضاً أن نقوم بهذا التخطيط وهذا واجب على المدارس م. والجامعات أوه. وأيضا الإعلام دكتور هذا التخطيط أنا أتكلم عنه خليني أسأل الدكتور دور المساجد والجامعات والمدارس كيف نستعيد الهوية دي صور باللغة العربية والاعتزاز بها؟ أحسنت في هذا السؤال لأن قضية الهوية فعلا من القضايا الأساسية التي م. يمكن أن تعود بنا إلى رحاب اللغة العربية مرة م. أخرى أن أذكر البيروني وهو من علماء الإسلام الكبار وكان من بلاد فارس نعم. مقولة قال للهجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية نعم. والفارسية هي لغته صحيح لكن يقول لك أن تشتمني باللغة العربية احب لي من ان تمدحني بلغتي مم. الام وهي اللغه الفارسيه نعم. نعم. ما الذي حدا به الى هذا نعم انه الانتماء الانتماء الى هذا الاسلام العظيم الذي يجعله ينسى خصوصياته وينسى لغة لغته القوميه نحن لغتنا القوميه هي اللغه العربيه ولا نعتز بها مم. وكما ذكرت انت تجد الرجل او المراه مم. تتباهى بان ابنها لا يتكلم إلا إلا اللغة الأجنبية وأنه لا يحسن اللغة العربية م. وتعتبر أن ذلك يعني نوع من من التقدم والمدنية بالزبط، بالزبط. وهذا طبعاً يعني داء اجتماعي كبير. أما بالنسبة خطوات لا. عطنا خطوات نعم. وجه رسائل الآن للأب للأم ما هي الرسائل دكتور؟ نعم أه. الرسالة الأولى أه. أن اللغة العربية والدين الإسلامي صنوان لا ينفكان جميل. فاذا ضحيت باللغه العربيه فانت ضمنا تضحي بالدين الاسلامي <applause> هذه واحده <applause> الرساله الثانيه للدعاء والـ 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 والخطباء لابد ان هم انفسهم ان يتقنوا اللغه العربيه لانه من العيب جدا ان تجد خطيبا او داعيه او واعظا ثم <applause> هو يخطئ في اللغه العربيه جميل. ابن حزم له مقوله <applause> يقول فيها كيف يفتي في دين الله من لا يعرف الصعيد في لغه العرب <applause> وكيف يفتي في دين الله من لا يعرف رفع اللام من خفضها م. في قوله تعالى ان الله بريء من المشركين ورسوله. م. يعني هي مقوله تدل على ان على اهميه م. اللغه في مستواها النحوي وفي مستواها الدلالي على دارس طالب العلم م. على الداعيه على الفقيه. الرسالة الأخرى لوسائل الإعلام اتقوا الله في لغتكم مم. فلا مستقبل لنا ولا لكم ولا لأمتنا إلا بالحفاظ على هذه اللغة خلهم دعوكم من يعني النزاعات التي يعني سيقت إلينا سوقا من الغرب ها. وتستهدفنا في هويتنا الأساسية ها. اللغة العربية هي لغتنا ستظل لغة مقدسة وستحيا ما حيا هذا القرآن إن جميل شاء الله جميل. دكتور علي أنا أختم بسؤال علينا الوقت حقيقة لكن دكتور ما هو مشروع نادي الأدب الآن اعاده مجد هذه اللغه خاصه لطلابنا في الجامعات السعوديه. النادي الادبي الحقيقه يقوم بدور نتمنى ونامل ان يكون على مستوى ما يعني ما خطط له هذا النادي وانشاء هذا النادي نتبنى الحقيقه لدينا الان ملتقى او منتدى اطلقنا عليه منتدى الاديبات الواعدات جميل. والمستهدف فيه هم شريحه الطالبات الجامعه والتعليم العام تمام. وناتي بهم كل شهر مرتين في منتدى بدا المنتدى صغير جدا الان يحضره اكثر من سبعين طالبة هذه دعوه مباشره دعوة لكل مباشرة كل الطالبات. لكل طالبات جامعة الملك فيصل أيوه. وطالبات التعليم الثانوي في الاحساء أه. وحتى المتوسط من لديها ابداع مه. المنتدى مفتوح وأطلق عليه منتدى الأديبات الواعدات وهذا المنتدى يعقد كل شهر مرتين ويعلن عنه في موقع النادي على الفيسبوك وعلى موقع النادي الرسمي وعلى شريط القناة الثقافية ورسائل الجوال هناك أيضا منتدى أو ملتقى مثقفات الأحساء محي. هذا فيما يخص المرأة طيب. بالنسبة للشباب هناك خيمة ابن المقرب العيوني الثقافية محي. تعقد مسامرات ثقافية هدفها تنمية الذوق عند الشباب والأخذ بأيديهم والنادي سيتبنى بعد ذلك طباعة هذا المنتج أو هذا المنجز جميل. عند هؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات دعما لهم, دعم وتحفيز لهم وتحفيزا لهم وبدأنا في المشروع طبعنا أكثر من من ديوان وأكثر من رواية جميل إحنا سعداء جدا بهذه المشاركة دكتور ظافر رئيس النادي الأدبي بالأحساب دكتور عمر شيخ الشباب انت للشباب كلهم شكرا لك, <applause> شكرا لك. طيب وشكرا لبرنامجكم لي... يعني. وقناتكم <applause> الله يعطيك العافيه والدكتور الله. موصول ايضا للدكتور مختار استاذ الدراسه الاسلاميه وايضا لا ننسى ان نشكر عواد العواد طالب كليه العذاب اعزائي جسور هذه الليله انتهت لكنها تركت اسئله مفتوحه هل سياتي يوم يحتل به كل عربي ويفتخر به كل عربي بلغته الأم وهل سندرك حقا أهمية اللغة في الحفاظ على هويتنا فلا ننكسر امام جاذبيه اللغات الاخرى ويبقى جسور وجسر المجتمع قائلا بلغتنا العربيه وهو يردد انت يا سيدتي امراه بلا اعراب انت معجزه لا تحتاجين الى لغه تكتبك حافظ ابراهيم ليس هو الذي رثاها انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سالوا الغواص عن صدفاتي وصدفات هذه الحلقه تكلم بها الدكتور ظافر الذي هو جسر مجتمعنا وقال انا لا اقول انها محتاجه بل هي امه في كل حروفها في امان الله